على ما صدر عن أحد المسؤولين في مصر، ونقدم له موعظة لعله يتذكر ويخشى ذلك المسؤول الذي أصدر قرارا أو كاد بمنع النقاب من المدارس ومنع الحجاب إلا بإذن من الوالد. فذكروه لعله يتذكر ويخشى أن نقولها كلمة لله سبحانه نبتغي بها ثواب الله معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ألم يكن جديرا وحريا بهذا المسؤول الذي أصدر قرارا بمنع النقاب ومنع تغطية الوجه في المدارس بل ومنع تغطية الشعر إلا بإذن من الوالد؟ ألم يكن من الجدير به أن يكون من الذين قال الله فيهم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور؟ هذا شكر نعمة الله عليك أيها المسؤول بأن جعلك الله في هذا المنصب، شكر نعمة الله عليك أن تأمر بنزع الحجاب ونزع الفضيلة، أن تأمر بنزع الحياء عن بناتنا وعن بنات المسلمين. هذا شكر نعمة الله عليك أن تأمر المرأة بعدم العفاف، استأمرها بخلع نقابها. هذا جدير بك، هذا كان من الجدير بك أن تفعل هذا، أو أنك تتقي الله في منصبك وتنظف وزارتك من التبرج وتنظف وظيفتك، تمنع اللواتي يلبسن البناطيل ويلبسن التبرج. ألم يكن من الجدير بك أن تفعل هذا بدلا من أن تحارب العفاف والطهر، بدلا من أن تحارب الفضيلة والحياء؟ أما قرأت أيها المسؤول قول الله تبارك وتعالى وإذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن؟ أما مر عليك أيها المسؤول قول الله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين؟ أما مر عليك أيها المسؤول حديث عائشة رضي الله عنها إذ قالت لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي؟ أما مر عليك أيها المسؤول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة عورة؟ أما قرأت هذه النصوص؟ أما قرأتها؟ ألم يكن من الأولى أن تمنع التبرج بدلا من أن تمنع الحجاب وتمنع الفضيلة؟ إن الحجاب عفاف، إن الحجاب فضيلة، إن الحجاب حياء. اتق الله أيها المسؤول فيما تصدره من قرارات، ولكن لن تستطيع أن تشاقق الله ولا أن تشاقق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكم من صنع مثل هذا الصنيع وباء سعيه بالخزلان والفشل. ولنا لقاء معك يوم لقاء الله سبحانه وتعالى، لنا معك بين يدي الله مساءلات، ولا تظن أن هذه الوظيفة تدوم لك، فبين عشية وضحاها يرمى بك كما رمي بغيرك، يرمى بك كما رمي بغيرك. يا أهل الإسلام انتبهوا لما يصنع بكم، يا أهل الإسلام انتبهوا لما يصنع بكم. نحن في مصر والحمد لله في أمن وأمان الآن، وبلاد حولنا تصاب بالزلازل، وبلاد تصاب بالعواصف، وبلاد تصاب بالفيضانات، وبلاد فتن قتل وقتل وتشريد في أهلها. هل نحن أعز على الله من هؤلاء الناس؟ لسنا بأعز إلا بطاعتنا لله. كان من الجدير بالمسؤولين في مصر أن يحمدوا الله على أن أمن بلادهم ويقابلوا نعمة الله بالشكر، لا يقابلوا نعمة الله بنزع الحجب في توقيت لا يصلح أبدا مثل هذا القرار في الناس. لم يكن أبدا من الجدير بهم أن ينزعوا الحجاب عن الناس، ليس هذا بشكر لله بل كفران لنعم الله سبحانه وتعالى. أيها المسؤول ستقف بين يدي الله
وربي سبحانه وتعالى سائلك ما صنعت شيئا يقربك من الله، بل صنعت شيئا يباعدك من الله سبحانه وتعالى، إذ تأمر بنزع العفة ونزع الطهارة عن المسلمات. أيها المسؤول، اتق الله في نفسك، اتق الله في أهل بيتك، اتق الله في المسلمين والمسلمات، اتق الله في بناتنا. لما تزين في بناتنا أيها المسؤول؟ لما تنكد على الناس؟ الآن البلاد تعاني مما تعاني منه من الفقر وغلاء الأسعار، كانت البلاد ولا زالت تعاني من الفقر وغلاء الأسعار، وكلنا بحاجة إلى أن ندعو ربنا أن يديم علينا نعمة الأمن ونعمة الأمان. كلنا ندعو الله أن يديم علينا نعمة الأمن ونعمة الأمان، وأن يصرف عنا ما حل بجيراننا من المسلمين، نسأل الله أن يعافيهم. كان من الجدير أن نحافظ على نعم الله، لا أن نتبع الفرنسيين الكفرة الذين يصدرون قرارات. ودائما هذه الدولة المحاربة لله ورسوله، دولة فرنسا، تصدر الكفر دائما، ويتلقفه المستشرقون والمستغربون على السواء الذين تربوا في دول الكفر. يا للإسلام، انتبهوا لما يكاد لكم به، انتبهوا لما يكاد لكم به. إن أشخاصا يريدون نزع العفاف، وأخرج إعلاميون فجرة لا يرقبون دينا ولا إلا ولا ذمة في المسلمين، يناشدون بخلع الحجاب، ناشدون بنزع الفضيلة. يا أهل الإسلام، انتبهوا لما يحدث لكم ولما يحدث لبلادكم. إن لم ننكر المنكر سفينتنا ستغرق، إن لم ننكر المنكر سفينتنا ستغرق، سفينتنا بلادنا ستغرق إن لم ننكر المنكر. فيا أهل الإسلام، اتقوا الله في أنفسكم. البلاد ينبغي أن تتجه كلها إلى طريق الله، حكومة وشعبا يجب علينا أن نرجع إلى طريق الله سبحانه وتعالى، وأن نسير على ما سار عليه أصحاب رسول الله، حتى تحفظ علينا نعم الله، لا أن نبادر ربنا بالمعاصي. والله كنا نتوقع ونحن نرى الأحداث من بجوارنا في المغرب وليبيا والسودان ولبنان و غيرها من البلاد، كنا نتوقع أن نلجأ جميعا إلى الله، تبنا إليك يا رب، يا رب اصرف عنا الأذى، يا رب حل علينا أمنك، احلل علينا أمنك يا رب. نتوقع هذا، لكن يخرج مسؤول يقول ممنوع المرأة تدخل المدارس بالنقاب، وإذا أرادت أن تدخل بالحجاب تأتي بإذن الوالد. ما هذا العقل؟ أين ذهب عقلك أيها المسؤول؟ أين ذهب دينك؟ أين ذهب دينك؟ أين ذهب دينك وأين ذهب عقلك؟ يا أهل الإسلام، انتبهوا لما يكاد لكم به. نحن مسلمون والحمد لله، وبلادنا بلاد مسلمة والحمد لله، ومرجعنا ليس إلى فرنسا، مرجعنا لكتاب الله، مرجعنا لسنة رسول الله، مردنا إلى كتاب الله ومردنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يحفظ البلاد بحفظه، نسأل الله أن يولي علينا خيارنا، نسأل الله أن يولي علينا من يقربون منه لا من يبعدون منه، نسأل الله أن يولي علينا خيارنا، وأن يديم على البلاد الأمن والأمان، وأن يديم علينا وعليكم السمع والطاعة لله. يا أهل الإسلام، أحذر الوزير من غضب الله، أحذر الوزير من بطش الله سبحانه وتعالى. والله لا تدوم لك ولا لغيرك، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن الحجاب أيها الإخوة أبعد للمتحجبة من كيد الكائدين ومن عدوان المعتدين عليها. إن الحجاب وقار والحمد لله، وطهر للقلب وعفاف. يكفي أن الله قال: إذا سألتمهن متاعا فاسألهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. نسأل الله الثبات على الإيمان حتى الممات. فإذا رأينا المنكرات
والمحرمات تتفشى بدون نكير، أوشك الله أن يعم على البلاد عذابه. لكن إذا كان منا من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فبإذن الله يكون هذا سببا لحفظ البلاد والعباد. بارك الله فيك أبو الشيخ مصطفى. نعم، في حاجة طالعة كده، إن يعني عايزين يخلوا، أنا مش بسخن الموضوع يعني، بس عايزين يخلوا الناس تقلع الحجاب وكده. لسه هذا متكلم عنها من دقيقتين بالضبط، ارجع للسؤال من دقيقتين. لا نحتاج لتسخين، لأن الحمد لله لسنا بالمتهورين، نحن دائما مع كتاب الله وسنة رسول الله، الآن وقبل الآن وإن شاء الله بعد الآن. بس ننكر بقلوبنا يا شيخ مصطفى، ونذكر أيضا كيف ننكر بقلوبنا، أليست لنا ألسنة؟ من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. فرنسا الكافرة أصدرت قوانين فهؤلاء على إسرهم يهرعون، هؤلاء على إسرهم يهرعون. نحن مسلمون، فرنسيون كفرة، نحن مسلمون وفي دولة مسلمة، نحن مسلمون وفي دولة مسلمة، وأطالب بعزل هذا المسؤول لأنه سيحدث فتنة في البلاد، هذا المسؤول سيحدث فتنة في بلاد مصر. الحمد لله الأمن والأمان مستتب إلى حد كبير، نسأل الله أن يديم علينا نعم الأمن والأمان. هذا المسؤول سيحدث فتنة في بلاد مصر، أسأل الله أن يزيله من مكانه، أسأل الله أن يزيله من مكانه، أسأل الله أن يزيله من مكانه.